بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاني سؤال من أحد الإخوة يسألنا شو هو الفرق بين محرك 6 سلندر ومحرك في 6، يعني في 6. يسأل يعني السؤال هذايا، وهذا سؤال يعني وجيه ومهم، لأن أغلب الناس ما يفهموش الحاجات كيما هيك. بالنسبة للمحرك 6 سلندر مثل هذا، هذا 6 سلندر، علاش سموه 6 سلندر؟ لأن هذه سموها سلندر، هذه سموها سلندر، فيه 6 شميزات و6 بيستونات بالطول، جايين بالطول، 6 سلندر بالطول، 1 2 3 4 5 6. هذا علاش سموه 6 سلندر او 6 سلندر او 6 سلندر او 6 اسطوانات، يعني هذه اسطوانه، هذا بالطول اسمه 6 سلندر بالطول، يعني اون ليني بالطول، يعني هذا ماهوش في 6، هذا يتسمى 6 سلندر عادي، هذا البلوك نتاعو اللي هما 6 اسطوانات، 6 اسطوانات يجي مثل هيك، ها شفتوهم هنا، هذه 6 سلندر بنزين، هذا 6 سلندر بنزين، انتو هذه 6 خيوط نتاع الشماعي وخيط البوبينه، يعني 6 خيوط البوجيات، 6 فيلد بوجي والخيط البوبين، يعني هذا يجي 6 بالطول، شفتوا بالطول، هذا يسمى 6 سلندر، محرك 6 سلندر عادي بالطول، هذا محرك إيسونس، هذا موتور إيسونس 6 سلندر، موتور إيسونس 6 سلندر، محرك 6 سلندر بنزين، 6 سيمانات أو 6 سلندر أو 6 بساتم أو 6 أمصان، أو يعني عند عدة كل بلد كيش يسموه، هذا محرك سمى 6 سلندر بالطول، هذا اسمه 6 سلندر فقط، مهوش اون في، مهوش الفي، يعني معناتها كيما حرف الفي، تو نوريه لكم، هذا 6 سلندر زاد في الديزل، شفتو في الديزل 6 سلندر في الديزل، هذا تجي هنا تلقى 6 يعني تيبات او خراطيم اللي يمشوا للانجكتور، يعني 6 خارجين من المضخه، مضخه بالطول 6 سلندر، مضخه بالطول العاديه، هذا مضخه بالطول العاديه، هذا اظني كان اتذكر محرك تويوتا تقريبا لاند كروزر، هذا محرك 6 سلندر ديزل بالطول، هذا عادي او مرسيدس تقريبا ولا حاجه كيما هكا. شوف هنا علاش سموه 6 سلندر بالطول، شفتوا 6 سلندر، ويقول لك 6 سلندر و24 سوباب، 24 فالفلي 24 فالف او 24 سوباب، شفتوا علاش 6 سلندر اسمه هذا، هذا سلندر 2 3 4 5 6، يعني 6 بيستونات و6 سيميجات، وفما اللي هو 6 سلندر يكون 12 فالفلي وفما 24 مثلا، هذايا 6 في الاربع ب 24، لان كل سلندر عنده اربع سوبابات، اربع فالفل، 1 2 3 4، يعني هذا تسمى 6 سلندر 24 سوباب، 6 سلندر 24 فالفلي 24 سوباب، هذا 6 سلندر بالطول 24 سوباب، هذايا تشوف فيه هنا كيفاش البوسوارات نتاعو، تلقى 12 من هنا و12 من الجهه الثانيه، لانهم باش يخدموا السوبابات الاخرين، هذا ثم 6 سلندر 24 سوباب 24 فالفلي، وتلقى فيه 6 بيالات، وتلقى فيه فينبركان طويل طويل، يعني اطول من الاربع سلندر، الاربع سلندر يوفى هنا في المكان هذا، يوقف الاربع سلندر يوفى في المكان هذا، وكي زادوها 2 ولي 6 سلندر، ولو زادوها 2 اخرين ولي 8 سلندر، وهكذا يعني. بعد اكتشفوا ان هم يلزموه يعملوه اون في باش المكان في السياره يكون ارتاح ويكون اقل حجم، لان لو يستمروا في 6 سلندر حتى ال 20 سلندر ولا كذا بالطول، لازمهم يعني مكان طويل برشا، ورغم اللي موجود يعني 6 سلندر، يعني انواع محركات بالطول وانواع محركات بال اون في، يعني يمين ويسار، هذا 6 سلندر بالطول 24 سباب، واذا كان هو 12 سباب تلقى هنا في كل سلندر تلقى زوج سبابات برك، دوز سباب تسمى 12 فالفل، تلقى 2 فالفل فقط، 2 و2 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 2 في 6 ب 12، يا اما تلقاها 24 يا اما 12، هذوما في 6 سلندر. نجوا للفي 6، شفتوا هنا معناتها في 6 معناتها شكلها كيما الفي، كيما حرف الفي بالانجليزي او بالفرنساوي او حرف الفي، يعني 6 سلندر، هنا تلقى من هنا تلقى 3 سلندر ومنه 3 سلندر، 3 بيستونات منه و3 بيستونات منه،
يعني سواء 24 فالفلي او 12 فالفلي. تلقى يعني هذا علاش سموه اون في ستة، هذا سلندر اون في، يعني عملوه يعني على اليمين وعلى اليمين وعلى اليسار، مش يختصروا مكان المكان اللي يحطوا فيه المحرك نتاع السياره، لان لو يحطوها بالطول ياخذ مكان اطول. كي يحطوه بالثلاثه يمين ثلاثه يسار او اربعه يمين او اربعه يسار، طبعا كل ما تزيد انت في الفي في السلندر يولوا 8 مثلا، يولوا 12 في 12 في 6 في 14 انت ولا وشنو اللي المحرك الموجود والقوه نتاعو. هذا يتسمى هذا محرك في 6، ثلاثه على اليمين ثلاثه على اليسار، يعني كل شيء منها على اليمين كما من على اليسار بالضبط، كيف كلهم كيف. شفتوا علاش يسموه في 6؟ هذه الفي، حرف الفي ريتا الفي، هذه حرف الفي سما 6، منا ثلاثة اسطوانات ومنا ثلاثة اسطوانات، أو منا أربعة ومنا أربعة في 8، أو منا ستة ومنا ستة في 12، في 12 أما 12 ولا ستة ولا 14 حسب طول المحرك حسب الاسطوانات، هذه اسطوانة واسطوانة، يعني سموه هذا في لأن سموه في، هذا سما في 6. كما نشوفوه هنا، شفتوه هنا، هذا عندنا ثلاثة اسطوانات منا ثلاثة اسطوانات منا سواء بنزين ولا ديزل، هذا يعني كل سلندر معها المكان الخروج نتاع نتاع الهواء في الشكمان يخرج من الجنب ولا ادميسيون من فوق، يعني كل من هنا ثلاثة ومن هنا ثلاثة، اذا كان هو ستة من ستة ومن ستة وهكاك، اذا كان هو ثمانية من ثمانية من أربعة ومن أربعة، هذا سموه في 6 لان الشكل نتاعو كما حرف الفي. ان شاء الله تكون وصلت الفكره ويستنفع بها اخونا السائل. وفي كل وقت انا اذا كان عندكم اسئله بالخص في حاجات زي هذه وسهله في سنجبد صور من الانترنت ونفهم عليها، يعني تكون بسهوله تامه، يعني سهله افضل من الحاجات الاخرى اللي هي باش نقعد انا احيانا فيديو باش نكونه ونشرح عليه نقعد فيه حتى 3 4 ايام باش نوصل الفكره صحيحه، لان نحس روحي انا مش مقتنع ما نكملش ما نحطوش الفيديو الا ما نقتنع بالفكره اللي انا نحب عليها. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم باش نوريكم يعني الموتور السي سيلندر اللي هو يبدا فما سيارات مثلا تلقى مكتوب عليها من تالي في 6 او في 8 ولا في 10 ولا في 12، الناس يعني تبدا تسال يعني اش معناتها في 6؟ في 6 اللي هو في 6 يعني معناتها 6 سيلندر اون في، معناتها الفي هذه في تلقى 3 منها 3 منها 3 سيلندر، في 8 تلقى 4 منها 4 منها سيلندر، يعني بوجي 3 منها 3 منها بوجيات، 4 منها 4 بوجيات، هذه موتور توين كام 24 فالف اللي هو في 6 24 فالف، معناتها تلقى 12 فالف على اليمين 12 فالف على اليسار 24 فالف. هذا هي موتور 6 سلندر اون في سموه، هذا هي موتور سوزوكي 6 سلندر اون في اسونس. بون نعطيكم فكره على المحرك، عندنا هذا كلمه في 6 اللي هو كما قلنا عندنا تلقى فيه دو كيلاس، هذا كيلاس وهذا كيلاس، تلقاها دو يعني دو معناتها كلمه في، شفتوا في اللي هي تقصد بها في حرف في، ثلاثة منا وثلاثة منا إذا كان في 6، في 8 أربعة منا وأربعة منا، إذا كان في 10 خمسة منا وخمسة منا، في 12 ستة منا وستة منا، يعني تلقاها زوز يعني زوز موتورات في موتور، موتور على اليمين موتور على اليسار، هكا يسموه في 6، علاش يسموه في؟ خاطر في شكل يعني حرف في. هذا الموتور 6 سلندر، هذا في 6، وفما 6 سلندر أون ليني يعني بالطول، يسموه أون ليني يعني بالطول. او ويت بالطول او ديس يعني حسب نوعيه السياره او الشاحنه، او هذا هي موتور في 6 في 6 ايسونس، معناتها ثلاثه سلندر على اليسار وثلاثه سلندر على اليمين، ثلاثه يعني شمعات على اليمين وثلاثه شمعات على اليسار، يعني ثلاثه بيستون على اليمين وثلاثه بيستون على اليسار، اما يقودهم في البركان واحد يعني عمود فقري واحد يقودهم، وتلقى من هنا شان من هنا وشان من هنا، يعني سلسله منه وسلسله منه، او كروا يعني شان كروا منه وشان كروا منه في بعض انواع السيارات. هذا الفي 6، الفي 6 هذا موتور يعني في 6، ان هنا هذه الواجهه نتاعو، هذه هنا من عندنا البومبو، هذه هنا نتاع السيستي نتاع الفولون، هذا هنا عندنا الكليماتيزير، هذه عندنا البولي سنترال اللي هي باش تدور الموتور كله، وهذا عندنا الانترناتير اللي هو نتاع الشارج، وهذه توندور، هذه هنا عندنا الترموستات
جريتات نتاع الماء. نجيو من الجنب، الجنب عندنا هنا كما قلنا في 6، علاش؟ لان عنده ثلاثه بوجيات من اليسار وثلاثه بوجيات من اليمين. هذه بوجي 2 3 يعني شمعات، كل شمعه فيها بوبينه، كل بوجي فيها بوبينه. تلقى عندها كاتاليزر من اليسار وكاتاليزر من اليمين، هذا كيف تلقى عندها دو كاتاليزر، تلقى كاتاليزر من اليمين كاتاليزر من اليسار، تلقى صند لامدا من اليمين صند لامدا من اليسار، يعني خاطر يسموا كانهم زوج محركات في مكرر محرك واحد. تلقى فيهم دوبل صند لامدا في ساعات في الكاتاليزر، هذا هي الكاتاليزر نتاعو اللي هو بعد تنشوفوا نوريكم كيفاش مربوط مع بعضه. هنا نشوفوا الكاتاليزر والزوز كيفاش مربوطين مع بعض، شفتوهم؟ هنا خرج كاتاليزر وغادي يخرج كاتاليزر، ولي تيب شاك مون واحد، ولي سورتي واحد، شوف فيهم كاش سورتي واحده. مثلا هنا عندنا صون لامدا من فوق، صون لامدا من اللوط، كيف الاخر صون لامدا من فوق، صون لامدا من اللوط، يعني دوب صون لامدا. وعندهم دو كاتاليزر ويتجمعوا وتولوا في تيب واحده ويخرج الشاك مون كامل. عندنا هنا من الامبرياج ديسكو امبرياج عند فولوموتور نورمال موتيبيابل، عندنا ليجير راه يجي من تالي، عندنا ليجير اخر من فوق، هذايا يعني ممكن دوبل ليجير. هذايا عندنا هنا الاكسيلاتير نتاعها مانيال، هذه مش ميكانيك، مش الكترونيك، ميكانيك. عندنا اكسيلاتير ميكانيك، عندنا اكسيلاتير ميكانيك، شوف فيه مانيال. عندنا كما قلنا ليجيرات، عندنا لا اله الا الله محمد رسول الله. كولكتور ادميسيون هذا كله من فوق، هذا كله كولكتور ادميسيون يبدا شاد ما بين زوج كلاسات، يغطي على زوج كلاسات. هذاك جنب على اليسار نتاع السياره، هذا جنب يمين المحرك، يعني يسار السياره، والاخر جنب يمين السياره. هذا كيف زاد عندنا ثلاثه بوجيات من هنا شمعات، وعندنا كولكتور ادميسيون، عندنا السيبور موتور، عندنا فيلتر نتاع الزيت من هنا، عندنا الجوج تاع الزيت، تقيس به الزيت من هنا. عندنا هذه البومبا سي سي اللي هي نتاع الديريكسيون، وعندنا الكليماتيزر اللي هو الكومبرسور. عندنا كيف رجعنا هنا للواجهه اللي كنا فيها، عندنا الواجهه من فوق كما قلنا، عندنا اكسيلاتير مانيال، يعني الكوليكتورات الزوز يتجمعوا في مكان واحد يركبوا لهم كور بابيون واحده. طبعا تلقى فيها بليزير كابتر، كل كابتر عنده خدمته، يعني في الكور بابيون. عندنا اكسيلاتير بالكابل اللي هو مانيال سموه، يعني فكره يعني على عام على المحرك، يعني اللي هو سي سيناتر باش تاخذ عليه فكره، يعني الانسان اللي ما يعرفوش على الاقل يعرفوا ويفهم كلمه شمعتها في 6 وشمعتها في 8 وشمعتها في 6 في 12 وفي 6. وتلقى بعد بالعكس، تلقى كلمه 16 فالف، 16 هذيك ياخذوا بها الفالف، ياخذوا بها السوباب، تلقاها 16 سوباب في موتور ليني او اون في، تلقاها 8 سوباب، تلقاها 12 سوباب، تلقاها 24 سوباب. هذاك اذا كان يعني الرقم يجي قبل الفي معناتها ياخذوا بها السوباب، واذا كان الفي يجي قبل الرقم معناتها ياخذوا بها المحرك اللي هو زوز، يعني محركات في محرك، واحد يمين واحد يسار. هنا تشوفوا في اثر كانهم زوز محركات، شوف هنا هذا محرك وهذا محرك، كانهم زوز محركات في محرك، يعني تلقاه يعني زوز كلاسات كاش سوباب، كل واحد وحده زوز كاش سوباب، واحد يصب من الزيت واحد لا، الكاش نتاع الشان كاش واحده، يعني يلمهم الزوز، يعني يسكر الموتور كله مع بعضه. فما اللي تلقى منه شان حديد، يعني شان فير ولا شان بلاستيك ولا شان اللي هو كروها. تلقى لي انجكتير، 6 انجكتيرات، من 3 انجكتيرات منا هم ظاهرين من صبعي، هذوما 6 انجكتيرات، 3 من اليسار و 3 من اليمين، قلنا 3 بوجيات منه ومن 3 بوجيات منا. عندنا لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني هذوما سيستم الكتروني كلهم يمشيو الا بالكاكيلاتير الموتورات، هذوما موجودين في اغلبيه الكراهب، يعني هما 4 فكات، هذه سوزوكي 4 فكات جرون فيتارا، هذا يسمى موتور في 6 جرون فيتارا.
يعني موجود في الجران فيتارا، وممكن هو موجود حتى في بعض الكراهب اليابانية، كان يمكن يكون موجود في بعض الكراهب اليابانية الأخرى، يعني يكونش هونداي، يكونش كيا، يكونش ممكن يعني يستعملوه في برشا سيارات. إنما تو هذه الموتور هذه خاص بالذات متاع سوزوكي جران فيتارا في 6. أو أنا فهمت شو معناتها كلمة في 6، شو معناتها في 8، شو معناتها في 12، في 16. ما دام الفي هي كلمة الحرف الفي يبدأ سابق الرقم، راهو هذاك يقصد به المحرك اللي هو في 6 معناتها 3 منه 3 منه. وإذا كان تلقى 24 هنا، إذا كان تلقى 16 ولا 8 ولا 24 سابقة الفي، معناتها راهو يقصد بها السوباب. هذا موتور توين كام 24 فالف، معناتها شو معناتها 24 فالف؟ معناتها 12 فالف على اليسار و12 فالف على اليمين، يعني الفالف اللي هما السوباب، اللي هما السوباب نتاع تلقى فيها 12 فالف، ربي صور 12 فالف على اليمين 12 فالف على اليسار، يعني تلقى 24 سوباب تسمى، معناتها 3 فوا 4 12، معناتها كل بيستون عندها 4 سوباب، كل بيستون عندها 4 فالف، يعني زوز ايشابمون زوز ادميسيون، كل سوباب كل بيستون معناتها تضربهم في 3 3 فوا 4 12، ومنها 3 فوا 4 12، يعني كل بيستون عنده 4 سوبابات، زوز ادميسيون زوز ايشابمون، يعني زوز للحرق للنار وزوز للبنزين يعني ليسونس، يعني هكا علاش سموه 24 فالف. الفالف هي مقصود بها سوباب بالفرنسي سوباب، وبالانجلي باللغات الاخرى فالف يسموه، سواء باللغات الاخرى. واحنا عموما العرب نسموهم سوباب فالف، عندنا برشا تسميات، عندنا يعني صمامات حال، يعني حال كيما هيك. هذه يعني التعميم الفائده لاولادنا اللي يقراو ما يعرفوش الموتور في 6، يعني اللي هو 6 سيلندر اون في، فما 6 سيلندر اون ليني معناتها اون ليني معناتها بالطول، وفما 6 سيلندر اون في، 3 على اليسار و 3 على اليمين، يعني 3 بيستونات منه 3 بيستونات منه، يحكم فيهم في البروكان واحد من اليمين و اليسار، يعني في البروكان واحد يهز 3 منه يهبط 3 منه، يعني بالخلاف حسب المسبوع 1 3 6 2 4 يمشيوا هذوما، المسبوع نتاعهم 1 5 3 6 2 4 في 6 سيلندر. احفظوها مليح 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 دور ده ليماج نتاعو اللي هو نتاع طلوع البيستون وهبوطهم. طبعا اذا كان هو بالخيوط يعني خيوط في الشمعات يولي يمشي بالداكو ولا غير، هذا كان موضوع اخر. وفي الكاسيلاندر 1 3 4 2، وفي ال 6 1 5 3 6 2 4 هذا في ال 6 6 سيلندر هكاك يخدموا في ال، ان شاء الله استفادوا به اولادنا اللي يقراوا حاجات يعني يمكن يتعرفوا عليها وان شاء الله تنفعهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.